الحلال بين والحرام بين. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وهب الإنسان بجهاز إنذار داخلي، يوم لما الإنسان يهم أو يحاول أن يقبل على الحرام أو المعصية والعياذ بالله، الجهاز ده يحصل فيه إيه؟ يرن، والمنبه ده لو باظ يخسر الإنسان دنيته وآخرته والعياذ بالله. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير، وجعل نهاركم نادي بإذن الله. ازيك يا شيخ حسن؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ناجي باشا عطا الله، والله العظيم ثلاثة، ومالك علي يمين؟ انت ليك وحشة يا ناجي باشا. وانت عمرك ما غبت عن بالي يا شيخ حسن، ازيك؟ الحمد لله، نشكره ونحمد فضله. صدق بالله ناجي باشا، لا إله إلا الله، أنت زرتني في المنام مرتين متتاليتين في ليلتين منذ يومين. الله أكبر. جئتني فاردا لي ذراعيك، بشوش الوجه مشرقة، مادا لي يدك، وتقول لي أنا عايزك معايا يا شيخ حسن. فعلا أنا عايزك معايا يا شيخ حسن. الله أكبر الله أكبر، هذه هي رسائل القلوب. أعرفك بالإخوة المحترمين، دول بقى يعني ولادي وإخواتي الصغيرين، زاهر، حسام، تهامي، إبراهيم، عبد الجليل. الحياء سمة المؤمن الصحيح. أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. ما شاء الله ما شاء الله، سماهم على وجوههم، ربنا يكرمكم إن شاء الله. الشيخ حسن بقى يا أولاد كان سول فني في مصانع الذخيرة والأسلحة في الجيش، بس طلع معاش مبكر، بس إيه، كان قسطة، دماغ دماغ يعني. أيام بقى ناجبيه، أيام. شوف يا شيخ حسن، احنا جايين لك عشان شغل. مش قلت لك ابن حلال؟ والله العظيم يا ناجبيه، ومالك علي يمين، الحال واقف واقفة ما يعلم بيها غير ربنا سبحانه وتعالى. انت بتصرف منين يا شيخ حسن؟ اهو لو جاف كانت مخصصنا مبلغ كل شهر، اهو كان نوايا بيسند الزير ده، بالإضافة بقى لشوية الحاجات اللي بنبيعها على باب المسجد، شوية سبح، على شوية سواك، على شوية روايح مسك وعنبر وما شابه ذلك. لكن تقول إيه بقى يا ناجي باشا؟ في اللي عاوزين يقطعوا عيشي دول وبعتين شكاوى وعايزين يصحوا القضية القديمة. أنت القضية دي مش خدت فيها براءة باين؟ لا، أخدت 3 سنين وخلصتهم والحمد لله. لكن تقول إيه بقى يا ناجي باشا؟ ناس عاوزين يقطعوا عيشي. ما تقولش كده يا شيخ حسن، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق. ونعم بالله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم افتح عليك يا شيخ حسن. والشغل يا ناجي باشا اللي سعادتك عاوزني فيه، يعني اقصد يعني العائد منه، هل سيوفر حياه كريمه ومعقوله؟ انا لا اقصد بالكريمه والمعقوله يعني الرفاهيه ورغد العيش، انا اقصد الاساسيات. كريمه ايه ومعقوله ايه يا شيخ حسن؟ هي شغلانه واحده هتعملها معانا وهترتاح بعد كده طول عمرك، انت واسرتك وولادك. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، طول عمرك وش السعد والخير يا ناجي باشا، وما طبيعه هذا العمل؟ شوف يا شيخ حسن، احنا هنسرق بنك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، حد الله ما بينه وبين الحرام يا ناجي باشا. احنا هنسرق بنك في اسرائيل. وان ينصركم الله فلا غالب لكم. لنقرا الفاتحه. أنا قررت اليوم بإذن الله إني أنفذ العملية. بعد ساعتين راح أكون في تل أبيب مع الصهاينة المحتلين. وأقسم بالله العظيم حاسب فرحة كبيرة وأنا رايح أستشهد في وطني الحبيب. وحاسب إن أبواب الجنة كلها مفتوحة قدامي. بدي منك يا أمي ما تزعلي ولا تبكي. بدي إياكي تكوني فخورة بابنك اللي اكتشف أخيراً الطريق للجنة والخلود. هو الشهادة في سبيل الله والوطن. وهذا مش طمع مني بالجنة بقدر ما هو طمع مني في حياة أفضل وأكرم لإلك يا أمي وإخواتي الصغار اللي عايشهم الصهاينة المحتلين خلف الأسلاك الشائكة والرصاص.
صوت القنابل والطيران واللي زرع جواهم الخوف والرعب. ولو ما ظهرش منك كل يوم استشهادي مهدلهم طريق الشهادة والفداء، رح ينسى العالم كله أنه للفلسطينيين قضية. عشان هيك لازم يعرفوا أنه الخلاص من الاحتلال ما بيجي إلا بالفداء والتضحية. بديك يا أمي ما تزعلي علي ولا تبكي، خلي دموعك دموع فرحة بإذنك عريس الجنة. دموع فرحتك ودعواتك راح تكون بوابات لجنة الخلد يا أمي. ما تقبلي عزاي وعلني الفرحة بدارنا، خلي الحزن والأسى والخوف يسكن قلوب العدا. الصهاينة المحتلين اللي طردونا من ديارنا ويتمونا وعاشوا على خيرنا وخير أجدادنا، بدي منك تزرعي في نفوس إخواتي. شايف زين شايف الشاب الصغير اللي فجر نفسه ده واستشهد؟ أنا استشهد في سبيل الحق. استشهد عشان بيدافع عن بلده، مات مرفوع الراس يا ماما. قال الله تعالى مش كده زاهر؟ إيه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل طبعا. الله أمواتا. بقول يا ماما أنا حسافر كم يوم كده شغل. مسافر؟ مسافر فين يا زاهر؟ ويستبشرون بالذين شرم لم شرم مسافر شرم. ده شغل يعني تبع الشركة؟ لا دي شغلانة خاصة كده هخلصها وهاجي على طول. وهتقعد قد إيه؟ أنا رايح وعارف إني مش راجع، وعارف إني مش راح أشوفك مرة ثانية يا أمي. بس أنا بعمل هيك علشانك. افرحي يا أمي علشان عندك ابن ضحى بنفسه وسبق أخوته للشهادة، الشهادة اللي بتمناها الأخت. يا زهر أنا بكلمك، هتقعد في شرم قد إيه؟ مش عارف، قصدي تقريبا شهر. شهر؟ شهر بعيد عني. هو أنا أقدر يا ابني؟ لها عند الله خير. هو أنا في حد رايح جاي عليا إلا أنت؟ أنت عارف أخوك بينزل من الصبح ما بيجيش غير على النوم. الدين شغلنا هتريحنا في الفلوس مما يراه من فضل الشهادة. وبعدين خلاص كريم بقى راجل، ما تسيبش ماما أبدا يا كريم، فاهم؟ طب هي إيه الشغلانة دي؟ أنا راح أفجر نفسي في تل أبيب، بعرف إنه راح يكون في ضحايا مالهم الذنب، بس بدي أحكي للعالم كله كلمة واحدة، إحنا مش إرهابيين زي ما الصهاينة بيقولوا علينا. إحنا بنعمل هيك وراح نضل نعمل هيك لحد ما حكوكنا ترجع لنا وأرضنا اللي احتلوها ترجع لنا. زاهر أنت يا عم أنا بكلمك. إيه؟ معلش أصل كلام الشاب ده شدني قوي. بقول لك إيه الشغلانة اللي أنت هتعملها في شرم دي؟ هروح أصمم سيستم أمني كده الأوتيل بيتبني جديد. طب ما تاخدني معاك يا زيزو أنا في أجازة يعني. لا أنت لا، أنت لازم تستنى هنا علشان تاخد بالك من أمك. ربنا يوفقك يا ابني، بس لازم تتصل بيا كل يوم. هو مش هينفع يا ماما، الموبايلات أصلها ممنوعة، هم شرطين كده. ممنوعة؟ ممنوعة ليه يعني؟ جماعة خواجات بقى ومحسوكين شوية، وبعدين المكان اللي أنا هبقى فيه مش هيبقى فيه سيجنال أصلا. طب يا حبيبي وهتسافروا إمتى؟ بعد بكرة إن شاء الله.